السلام عليكم مشاهدي شهوات 360. معكم الشيف الجيم عبد الله من منتجع مازاغون. نقدم لكم سلطة إكرازي دافوكا. نخليكم على المقادير. لتحضير هذه الوصفة نحتاج أفوكا، أونيو، طوماط، بارموزون، بيرسيل، طوماط سوريز، بارموزون ديكوبي، لغادي، غامباس، جيت سيترون، ويل دوليف، صوص بيكونت، سال بواف، لا سالاد، لا مارينا دو غامباس. اللي هي فيها ويل دوليف ولاي رومارا. دابا غندوزو تحضير الصالاد. ناخذ افوكا ديزا كو ديكوبي، طونيو، طماط، بيرسيل، بارموزون، مليحة، شويه ابزار، شوي دوليف، صوص بيكونت، شوي بتجي حارة بزاف. طبعا مراكش الزانغريديون نخليوها ندوزو نعشو الغامباس كروفي. اللي غادي نوفر مع الصالاد غير شويه باش ما تنشفش. دابا ندوزو محل دريساج ديال الصالاد. شدو الباكيت ديالنا. هاد الوصفه ساهله، تقدر ديرها في رمضان الوليدات، تقدر ديرها مثلا في فطور 83 تصفى خفيفه. دابا من بعد ديالنا الافوكا غنديرو الكروفي ديالنا اللي هو من بعد ما صوطيناه هو على السكت. دابا غندوزو واحد زين، ناخذو شويه سلطة د الرومان هذا الشكل، ناخذو طوماط سويسري نديكورو بها هاد الشكل، نزيدو شويه لوغادي هذه قطعنا على شكل دوائر، ودابا نزيدو نديرو الكارنيتير ديالها هو على شكل مسكنة سلاد، سلاد رومان اي في دي شين روج اي في دي شين فيرت، نحطهم في الوسط. نديرو معاه طوماط سوريز، شويه بارموزون ديكوبي، دابا غندوزو نصايبو لاصوص لي غتخرج مع مسكنة سلاد. دابا نحتاجو فيها جيست سيترون، ويل دوليف، سال، إبزار. صافي مونطي الحال على الشكل هكا ونصوصو بيه. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اليوم اللي هو إكراز دافوكا. بصحة وراحة.